بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة، فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة، بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، رحب فيكم من جديد مع لقاء في برنامج بنيان، وبنيان هو ترابط الأسرة وتماسك الأسرة. موضوعنا اليوم موضوع لطيف وجميل، ويمكن البعض يستغربه. كثير من آيات الزواج في القرآن الكريم لو تأملنا نهاياتها راح نكتشف أن نهايتها واحدة. ما هي النهاية؟ بقولها لكم ونبي نتأملها مع بعض. النهاية دائما واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دائما آيات الزواج نهاياتها التقوى. ليش؟ لأن ما في زوجين راضين عن بعض عن زواجهم. الآن أنا حين لو على مستوى الكويت مثلا اجتمعت مع 1000 عائلة وجمعناهم في مكان واحد وقلنا لهم منو فيكم راضي عن زواجه بدرجة 10 من 10؟ ما حد بيقول أنا. كل واحد عنده ملاحظة، هذا 7 من 10، هذا 5 من 10، هذا 2 من 10، هذا 9 من 10، هذا أقصى واحد 9 من 10، لكن 10 من 10 ما حد يوصل. عشان كذي الله عز وجل قال واتقوا الله. الزواج إذا ما كان فيه تقوى وتم تغليفه بالتقوى، وإلا المشاكل اللي فيه ممكن تفكك الأسرة. يعني شوفوا حتى الآية، آية الطلاق نهايتها واتقوا الله، وفيها الزواج. شو يقول الله عز وجل؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. شو نهاية الآية؟ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. خلوني أشرح لكم شغلة مهمة جدا. إحنا عمر الزواج دائما نقول متوسط 20 إلى 60 سنة، لكن هالستين مقسمة إلى 23، أوريكم إياها الآن من خلال الرسم. هذا الآن عمود الزواج، حياة بين الزوجين من قسمة إلى 3 أقسام. هذه 20 سنة، وهذه 20 سنة، وهذه 20 سنة، يعني المجموع 60 تقريبا. لو أخذنا 20 الأولى راح نكتشف، طبعا 20 الأولى في بدايتها اللي هي الخطبة، تمام؟ بعدين عندنا أول 5 سنوات، هذه 5 سنوات الأولى اللي يصير فيها شوية مشاكل زيادة على اعتبار أنه في نوع من الاحتكاك والتعارف. بعدين عندنا 15 سنة يتبقى من 20 الأولى، لكن تلاحظون معي في الثلث الأول 20 فيها الزواج وفيها الرزق بالأبناء. الأبناء متى يكبرون؟ وما بعد سن المراهقة، في 20 الثانية. هذه 20 الثانية يكونون العيال كبروا، ويبدأ هني الزوجين نوعا ما يستقرون ماديا ونوعا ما يستقرون معيشيا. 20 الثالثة هني في هذه المرحلة أولادهم يكونون تزوجوا ويابوا أحفاد بالنسبة لهم. الآن نقطتي وين؟ سواء كنا نتكلم عن 20 الأولى هذه، أو 20 الثانية، أو 20 الثالثة، كل ثلث من هالأثلاث الثلاث لها مشاكلها الخاصة في العلاقة الزوجية. ولذلك لما القرآن أمرنا وقالنا واتقوا الله، فإحنا نحتاج التقوى في جميع مراحل الحياة الزوجية. هذا طبيعي،
ولهذا الصبر العرب شو يقولون؟ يقولون الصبر هو جزء من العلاج. في بعض المشاكل الزوجية علاجها بالصبر، وفي بعضها علاجها بالحوار، وفي بعضها علاجها بالعطية والهدية، وفي بعضها علاجها بإدخال طرف ثالث، وفي بعضها علاجها باستشارة الخبراء والمستشارين. فإذا المشاكل الزوجية لها مهارات في الحل والعلاج، لكن كلها يغلفها التقوى. ولذلك لما الله عز وجل يأمرنا في القرآن يأمرنا بالتقوى. اليوم احنا قاعدين نعيش زمن السرعة، هذه السرعة أثرت حتى على علاقتنا الزوجية. نشوف اليوم زواجات سريعة ونشوف طلاقات سريعة على معيار الخط السريع. كل شيء صاير سريع 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 سريع، حتى الزواج قاعد يصير سريع، حتى الطلاق قاعد يصير سريع. بس الواحد لما يتأمل في إجراءات الزواج يشوفها أبطأ من الطلاق. شوفوا معاي، الواحد عشان يتزوج عندنا أولا التعارف، بعدين عندنا الرؤية الشرعية، بعدين عندنا الخطبة، بعدين عندنا الملكة، وفي إجراءات العرس، وبعدين يعيشون مع بعض. فعندنا مجموعة إجراءات. لكن الطلاق، الطلاق بكلمة واحدة وهم قاعدين تنتهي العلاقة. فالدخول للزواج إجراءاته أصعب من الخروج من الزواج، وهذه لعل فيها حكمة من رب العالمين. لكن مرة ثانية نقول لو تأملنا كل آيات الزواج نجد أنها مختومة بتقوى الله عز وجل. أنا عشت قصص في الزواج، يعني قصص كثيرة جدا صراحة، بقول لكم بعضها. في يوم من الأيام كنت مسافر في واحدة من دول أوروبا، وكان اللقاء عبارة عن يعني محاضرات وندوات، وتعرفت على رجل عمره 70 سنة. وهذا الرجل في الجلسة اللي حواليه كان يقولون لي ترى له قصة. فقلت لهم شنو قصته؟ كان يقولون هذا الرجل كل يوم جمعة يروح المقبرة وينظف قبر زوجته ويغسل قبر زوجته. طبعا أنا بالنسبة لي تفاجأت حق المعلومة هذه. كان أقول له أنت شو تنظف وتغسل؟ كان يقول أنا لي قصة. قلت شنو هي قصتك؟ كان يقول أنا لما كنت شباب في العشرينات من العمر تعرفت على فتاة مغربية في هالبلد الأوروبي، فصار بيننا علاقة حب، فقلت لها بتزوجك. كانت تقول لي لا أنا ما أقبل أنك تتزوجني. قال لها شلون؟ أنا المنطق مني، المنطق عندي مو قادر يستوعب شلون أحب واحدة ما أقدر أتزوجها. كانت تقول لها لا لازم تدخل في الإسلام. قال لها إيش علاقة الإسلام؟ قالت له والله أنا هذا ديني، أنا ما أقبل أتزوج شخص غير مسلم. يقول لما قريت الإسلام انشرح صدري وفهمته، وهي علمتني بعض الأحكام ودخلت في الإسلام. يقول لما دخلت في الإسلام تزوجتها وظليت عايش معاها 55 سنة، وكانت أحلى عيشة والتعامل كان راقي. ويقول في هالمرحلة من العمر هي علمتني أحكام الدين وعلمتني الأدب وعلمتني الأخلاق، صراحة كانت مدرسة تعلمت من خلالها إلى أن توفاها الله. فهي اللي أنقذتني وهي كانت سر سعادتي. فمثل ما نظفت حياتي، هذا كان كلامه، مثل ما نظفت حياتي أنا كل يوم جمعة أروح المقبرة وأنظف القبر، ومثل ما غسلتني من الذنوب أنا أروح المقبرة وأغسل قبرها مثل ما غسلتني من الذنوب. طبعا هذا كان كلامه بغض النظر الآن على الملاحظات على كلامه، لكن شوفوا الأخلاق اللي كانت بينهم ورقي العلاقة. ولذلك الحب ما ينتهي في العلاقة بين الزوجين. هذه قصة من القصص اللي أنا عشتها في الوفاء وفي الإخلاص بين الزوجين. أنا عشت قصة ثانية، أحياناً ترى يكون زواج بالغلط. يمكن بعضكم يستغرب شلون زواج بالغلط. أنا أعرف واحد تقدم لخطبة فتاة
وفعلا لما جاء وقت الزواج تزوج أختها، لأن الأبو رشح الأخت عن البنت اللي هو شافها. يقول لي هذا الرجل بعد ما تزوجت اكتشفت أنه مو هذه البنت اللي أنا شفتها بالشوفة الشرعية، هذه الثانية اللي هي أختها. بس يقول بعد يعني خلاص أمر إلى الله، ما حبيت أنا أطلق ولا حبيت أسوي مشاكل. هذا الرجل ما كان الله موسع عليه بالرزق، صار من أغنى الأغنياء. هذا الرجل رزق من هالمرأة مولود واحد فقط، وهذا المولود اشتهر بالعمل الخيري وخدمة الفقراء والأيتام والمساكين. هذه القصة اللي قاعد أقولها لكم طبعا هي قصة قديمة لكن أنا أعرفها من زمان، وأنا أعرف المولود الآن. هذا المولود عمره 60-65 سنة وخير على العالم كله، لكن شوفوا القدر شلون صار. يعني زواج غير مخطط له وتكون نتائجه نتائج مباركة، وأحيانا زواج مخطط له وما الله عز وجل يوفق. فالبركة إذا وجدت في الزواج الله عز وجل يبارك بهالعلاقة ويوفق فيها وتكون نتائجها نتائج مباركة. الزواج حتى ينجح يحتاج رعاية، والزواج حتى ينجح يحتاج إلى صيانة. يعني هو حكم أي مشروع. أنا لما أبني بيت إذا أهملت هالبيت ما كان في رعاية ولا صيانة، مع الوقت البيت شو يصير فيه؟ يبدي إما يخترب ولا يحتاج ترميم ولا يصير الواحد ما يقدر يسكن فيه. نفس الشيء الزواج. ولذلك إحنا عندنا 6 أشياء إذا توفرت منحنى الزواج ينزل، يعني من زواج ناجح يبدأ يوصل إلى زواج فاشل. مو بالضرورة ينتهي بالطلاق لكن قد يكون فاشل. وأنا رسمت لكم هالرسمة تشوفونها معاي في كيف هني الزوجين، مثل ما احنا قاعد نشوف الزوجين هني مترابطين وعلاقتهم علاقة قوية، وبعدين الزوجين هني في نهاية المنحنى تلاحظون صارت المسافة بعيدة. طيب كيف ينتقلون الزوجين من هالمرحلة لهالمرحلة؟ في 6 أمور. هذه الأمور الستة إذا احنا يعني ما راعيناها راح يكون في ضعف في العلاقة الزوجية. الأمر الأول كثرة المجادلة وكثرة النجرة احنا نقول، وكلها معايات. الشيء الثاني ان احنا ما نهتم في الحب ولا ننمي الحب بين الطرفين. الشيء الثالث تصييد الأخطاء، كل واحد فيهم يبي يصيد الغلط على الثاني أو يشك أو يتجسس أو دائما يكتشف عيوب الآخر، وبالتالي هني في الحالة منحنى الزواج ينزل عندنا. 4 الإهمال، ما أراعي أي حقوق ولا ألتزم في أي واجبات، فكأني أنا ماني متزوج. يعني أنا متزوج بس قاعد أعيش حياة العزوبية، أنا متزوج لكن ما قاعد أراعي أي حقوق أو واجبات. الإهمال يضعف العلاقة الزوجية. 5 أن ما يكون في مشاركة بين الطرفين، لا في الأفراح لا في الأحزان لا في الحديث والسوالف والحوار لا في يوميات الحياة لا في الاحتياجات، هذا كله يضعف الزواج. 6 الوحدة، شنو يعني الوحدة؟ كل واحد منهم عايش في حياته الخاصة، ولا في بينهم ارتباط ولا في بينهم أي حوار ولا في بينهم مشاركة أو تعاون. هذه 6 أشياء مثل ما احنا شايفينها مع بعض تحول الزواج من زواج متماسك بنيان قوي إلى زواج يكون المسافة بين الطرفين بعيدة، وقد يستمرون في هذا الزواج أو قد ينتهي بالانفصال والطلاق على اعتبار أن ليست كل البيوت تبنى على الحب. Thank you.